أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ولشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. بقيادة حكيمة وواعية وخطوات واثقة وتطلعات مستقبلية مشرقة، نستكمل مسيرة بناء بدها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات، ونرفع بإخلاص وجد صرح دولتنا الحضاري عاما بعد عام من أجل الإنسان ولخدمة الإنسانية. وكل عام وشعب الإمارات بألف خير.